كل اللي يهمه اللاعب أو المدرب اللي معاه، ما عندوش مشكلة يطلع بيه السما ويمدح ويتحاكى ببطولاته ومهاراته اللي صعب تكرارها واستحالة يكون في زيها، ومفيش مانع إنه يضلل غيره ويقول على نجمه اللي مش فيه من قدرات وصفات، المهم الصفقة تتم وفي الآخر الكل يستفيد. هي دي شغلانة وكيل اللاعبين اللي نعرفها ويعرفها اللي بيتابع المجال ده، لكن اللي كتير ما يعرفهوش ان الموضوع اكبر من كده بكتير. يعني مش سهل عليك تقنع امام عاشور مثلا انه يسافر ويجرب الاحتراف، او انك تثبت كده في ظهر لاعب زي محمود كهربا وسط المشاكل والازمات اللي مر بيها، ومش سهل عليك تقابل تهور اللاعب بتاعك وتلم وراه التصريحات احيانا والتجاوزات والشطحات في أحيان تانية. هي دي مهمة وكيل اللاعب أو مدير الأعمال زي ما بيحب البعض إنه يسميها أو يدلعها. ومعانا الليلة واحد من اللي اتحكموا وأداروا عمليات كتير في السنوات اللي فاتت، واسمهم ارتبط بالصغيرة قبل الكبيرة في كل الأزمات والملفات دي. تعالوا نسمع أحمد يحيى هيقول إيه.